صباح الخير يا شباب، احنا شغالين في الفيرست اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويجن، هحل مسألتين على السيبريشن اوف فاريبلز ديفرنشال ايكويجن وبعدين هوموجينيوس ديفرنشال ايكويجن. تمام، ركزوا معايا، هاخد في كل ريكورد مسألة واحدة بس. بيقول لي ان دي واي باي دي اكس هتساوي فانكشن اكس اوف واي، او هلاقي الصورة التانية اللي هو بيقول لي دي واي باي دي اكس هتساوي بالظبط كده ال f x على function تانية g of y. خلاص، بس خلي بالك ان ال g of y مش بتساوي صفر. طيب وقتها بعمل ايه؟ لو انا عندي صورة من دول بعمل حاجة اسمها separation، بفرق ما بين ال g of y اخلي معاها ال dy واقول ان هي بتساوي ال f of x مظبوط في ال d of x. يبقى انا كده اول حاجة عملت عملية ال separation. خلاص، تاني عملية هي عملية الانتجريشن بالظبط كده، هقوله جي اوف واي هكملها دي واي، اعمل تكامل اف اوف اكس دي اوف اكس، خلاص الكونستنت بتاعي. طيب تالت حاجة محتاج اوصل للسوليوشن. سوليوشن يعني نوصل لايه؟ لقيمة الايه؟ الواي نفسها. طيب تعالوا نبص كده بقى ايه على اول مسألة دي. اول حاجه محتاج اعمل ايه؟ عايز اتاكد هل هي مساله سيبريشن ولا لا. فهل ينفع انقل الدي اكس في طرف مع كل الاكسز والدي واي في طرف تاني مع كل الوايز؟ تعالوا نشوف. اول حاجه لازم اتخلص من الدي اكس ديت. اتخلص منها ازاي؟ يبقى هضرب في الدي اكس في الطرف دوت وهضرب هنا في الدي اكس، فيبقى عندي اكس root square 1 minus y square كل ده dx. جميل، equal ضيعت بقى ال dx من هنا، بقى عندي cosine square x dy. طيب انا دلوقتي عندي dy في طرف وعندي dx في طرف تاني، ما ينفعش يكون عندي y مع dx و x مع dy، فانا محتاج هديفايد هنا على cosine square x فتتنقل عندي هناك، يبقى هنا عندي cosine square x. اكتب المسألة تاني، يبقى عندي هنا dy equal x cosine square x وعندي فوق 1 minus ال y square ده dx. طيب نفس الكلام، انا هنا مش عايز اي حاجة فيها ال y مع ال dx، فهعمل ايه؟ هديفايد على square root 1 minus ال y square واخلي هنا عندي برضو 1 minus ال y square تحت الروت. تمام، طبعا ده الجزء ده هيتشال مع الجزء دوت والجزء ده هيتشال مع الجزء ده، يبقى شكل المسألة بتاعتي square root 1 minus y square dy equal. طيب أنا عندي الكوزاين، لما أقول 1 over cosine مش ده معناها إيه؟ ده بيساوي إيه؟ مظبوط ال sec x. طيب يبقى أنا 1 over cosine square معناها sec squared لل x، ومنساش ال x اللي عندي بره dx. يبقى الشكل ده عندي بالنسبة لي تحول لإيه؟ أقدر أشتغله باي بارتس، اللي هو لما بيقول لك integration ال u dv هيساوي إيه؟ بالظبط ال u v ناقص ال v du، أور إن أنا أستخدمه بقى بموضوع التيبل. هعمل هنا differentiation وهعمل هنا integration وبعمل differentiation للبارتس اللي يوصل لي لزيرو. طيب مين هنا لو أنا عملت له differentiation مرة والتانية والتالتة وهكذا يوصل لي لزيرو؟ بالظبط هو الاكس. طب انا اقول له اكس، هعمل له ديفرنشيشن يوصل لي 1 كونستنت، هعمل ديفرنشيشن للكونستنت دوت يبقى عندي 0. معنى كده ان انا في الطرف الثاني هعمل انتجريشن لل 6 سكوير اكس كم مره؟ مرتين. طيب 6 سكوير اكس هعملها انتجريشن دي اكس يوصلني لل tan اكس. طيب هعمل انتجريشن لل tan، انا عارف ان التان دي عباره عن ساين over cosine، فيا اما تديني سالب لين كوزاين او تديني ايه؟ لين سيك اكس. مظبوط كده؟ طيب هل الاتنين بيساوي بعض؟ اه الاتنين بيساوي بعض. نيجاتيف لين كوزاين هيساوي لين سيك، ليه؟ لان انا هرفع النيجاتيف اللي هيكون قبل اللين دوت هنا كوزاين اكس، هرفع النيجاتيف ده نيجاتيف 1 هرفعه لمين؟ للكوزاين، وانا لسه قايل ان 1 اوفر الكوزاين هيديني ايه؟
السيكل. تمام. طيب الجزء التاني من المعادلة بتاعتي 1 over square root ال 1 minus ال a ال y square ده هيديني مين؟ بالظبط هيديني ايه؟ الساين انفرس. يبقى المسألة بتاعتي اتحولت، انا هنا عملت ايه؟ انا هنا عملت انتجريشن وهنا عملت انتجريشن وحطيت ثابت ال a الانتجريشن، يبقى اصبحت المعادلة بتاعتي بتساوي ساين inverse مين الواي equal، هنقل بقى ايه، هضرب دوت في ده بموجب وهضرب ده ومعاه اشارة سالب، يبقى عندي هنا x tan x ناقص، ما تنساش بقى، يبقى عندي هنا ln sec x زائد c. تمام، دي كده اول مسألة مع separation. الفيديو اللي بعديه هحط مسألة تانية separation، واللي بعديه هيكون الهوموجينيس. ياريت لو في اي مشاكل تسيبوها في الكومنتس تحت.